السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي هنعمل شبكة في برنامج ايفنت ونطلع النتائج منها. طيب اول حاجة اعملها ان انا هبدأ اضيف من هنا التنكات، ده التنك اهوت والتنك اهوت، وابدأ اضيف بقى بعد كده الجنكشن اهوت وابدأ اوصل. خلي بالك ان انا بوصل، لو انا دوست هنا ودوست بره ليه ما اوصلش؟ لازم اول ما اوصل يروح واقف كده ويقول لي خلاص دي التوصيل دي خلصت. من هنا لهنا ومن هنا، ما دام ما نقطش يبقى كده ايه، ما جاتش مظبوط، يبقى من هنا لهنا. طيب وممكن اقول له بقى ايه، من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، او ممكن اوصل بين دي ودي زي شبكات الري كده مثلا. اقدر اعمل سيلكت على اي واحد فيهم واشوف الخصائص بتاعته. طيب لو قلت الرن هيبدأ يقول لي اه تعمل الرن مظبوط. طيب اقدر اجي هنا من ماب وابدأ اشوف، مثلا انا عايز اشوف البريشر فيبدأ يجيبها لي ويبدأ يدي الالوان حسب البريشر. اللينكات اللي مقصود بيها البايب يعني، اقول له مثلا الفلو، فلو في اي فلو في مشكلة هيبدأ يجيب لي لون مختلف. طيب مثلا لو انا عملت سيف على البايب دوت، اقدر احدد الفلوسيتي، احدد الفلو، احدد الديامتر، وليكن مثلا اخليه 6 مثلا، وحدد اللص قد ايه، الطول بتاعه قد ايه. طيب انا ممكن اصلا من اول ما ابدا المشروع اجي هنا من فيو واقول دايمنشن واحدد الابعاد بتاعتي قد ايه، واقول مثلا بالفيت او بالميتر او الديجري او بالنان او اوت سايز، هو يبدا يشوف حسب الحاجه اللي انا واخدها بالشكل دوت. هنا ممكن اقول له سامري فابدا اكتب اسم المشروع وابدا اشوف الحاجات اللي اترسمت. طبعا تقدر تيجي من هنا تضيف فالف مثلا، تمام، او تقول له انا عايز ارسم بامب مثلا، بس البامب لازم تلغي ديت، يعني تعمل سيلكت مثلا على دي وتلغيها، البامب ديت لغيناها، واقول له بقى ارسم لي البامب من هنا لهنا، فيبدأ يرسم لي البامب وابدأ اعمل سيلكت عليها وابدأ اشوف الخصائص بتاعت البامب دي هتبقى قد ايه، البامب كيرف مثلا، البار بتاعها قد ايه، السويب بتاعتها قد ايه، البتر وهكذا. وتقدر تيجي هنا تشوف بقى التقارير، الجراف مثلا، التايم، البروفايل، الكونتنت وهكذا، تبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها. ممكن تقول له انا عايز تيبل، يقول لك انت عايز تيبل خاص بالنتورك ولا خاص باللينكس، وايه الكولوم العناصر اللي انت عايز تشوفها. خلي بالك لما تيجي تعمل سيلكت على حد ممكن تلاقي فيه سورتد باي كذا، سورتد باي فلو، فلو عملت سيلكت خلاص هيرتبهم لك حسب الفلو، فيبدأ يجيب لك الجدول بتاعك بالشكل دوت.